كنت فارود، بس انت دلوقتي في منطقة الهجوم. مستعد؟ منطقة الهجوم. الهجوم. مستعد؟ اوكي. لو قدرت انك تقف مع نفسك وتقيم كل الادوار اللي انت عملتها، هل بتحس ان انت راضي عنها؟ لا. لا. ايه الدور اللي انت مش راضي عنه؟ لا، في كتير مش راضي عنه. انا لغايه دلوقتي لسه عندي حاجات كتير نفسي الناس تشوفها او ان انا اعملها او الكلام ده. يعني نفسي في السيريس يبقى عندي دور في السينما، خصوصا لان دوت بان في الفيديو ما بانش في السينما. نفسي يبقى عندي فيلم جد من اوله لاخره كده انا ما بضحكش فيه، والناس تشوفني تستحملني بقى لمده ساعه ونص ولا ساعتين ولا الكلام ده، في حاجه ازاي ابقى مقنع زي ما اقنعتهم وضحكتهم في الكوميدي. يعني نفسك تعيطنا، نفسك تزعلنا. مش شرط يبقى تراجيدي. بقول لحضرتك سيريس، يبقى جد. مش شرط يبقى تراجيدي. مش شرط. اوكي. طب راضي عن مشوارك بنسبه كام في الميه تقريبا؟ الحمد لله، كان على الرضا الحمد لله كمشوار يعني. بس في حاجات انا مش راضي عنها، في حاجات نفسي اعملها لسه ما اتعملتش يعني، بس الحمد لله. احمد فهمي واكرم حسني زعلوا منك لما انت اعتذرت للجمهور عن مسلسل رجاله البيت. حصل. هو اللي حصل الحقيقه، بس يعني الله يسامحه يعني الصحفي اللي كتب. ودي كلمه انا بقولها لكل الصحفيين الشباب الكبار الكلام دوت، تاخد من الشخص اللي انت بتكلمه الكلام زي ما قاله ويتكتب يعني زي بتقال. بس هو في ساعات بيبقى يسخنوا الموضوع يعني، او يحطوا حاجه او يضيفوا حاجه ممكن تعمل مشكله يعني كبيره. يعني انت تصريحاتك اتحرفت؟ طبعا طبعا. طب ايه التصريح الاساسي؟ التصريح الاساسي ان انا بعتذر للجمهور. هو بدا معايا انه بيقول لي ان كل الناس مبسوطه منك في خانه عهد، وردود فعل ايجابيه جدا وكل الكلام ده. والى جانب الموضوع دوت، في ناس زعلانه من رجاله البيت. قلت له والله انا بقول لكل الناس لو في ناس زعلانه من رجاله البيت، مع ان انا مش عارف ليه هم زعلانين من رجاله البيت يعني، انا بعتذر لهم ولكل جواد كبوه. وقلت له على الظروف اللي واجهت المسلسل والكورونا لما دخلت، واحنا كان عندنا خارجي وكان عندنا مجاميع وكان عندنا ناس كتير جدا وبتاع، كل ده حول الكورونا حولت المسلسل شويه لسيت كوم، فبقينا جوه ديكور وجوه داخلي وكل الحاجات ديت. فدي الظروف ان انا مش لازم يعني مش لازم مش بندافع عن نفسنا بيها، بس ده اللي حصل بالفعل يعني. فده اللي واجه المسلسل، ورغم ذلك الناس طايره بالمسلسل كضحك كانت في الوقت ده. فهو انا بعتذر عن المسلسل كده. يعني حضرتك ما قلتش ان احنا كنا سخفه في رجاله البيت. ازاي اقول حاجه زي كده؟ مين في الدنيا يقول حاجه زي كده؟ يعني هي اتقالت كده. طب الظروف يعني لو اتكلمت عن نفسي وقلت ان انا كنت سخيف ولا كان دمي تقيل ولا الكلام ده، مش مسموح لي ان انا اتكلم عن زمايلي اقول الكلام ده. اكيد طبعا اكيد. طيب بالظروف دي، بتصريح السخيف اللي اتقال غلط بفوقت الكورونا، ايه الدرس اللي ممكن تكون طلعت منه من تجربه رجاله البيت؟ قصدك الكلام اللي انا قلته ده الدرس ولا المسلسل نفسه؟ ايه الدرس؟ كله التجربه. التجربه كل الناس اللي بتتفرج عليها دلوقتي وانا بشوفها دلوقتي بنموت ضحك. واخد بالك؟ الحمد لله التجربه ناجحه جدا، وناس كتيره جدا بيعجبها وشايفه ان من المسلسلات اللي ضحكتهم جدا رجاله البيت. فانا مش ندمان جدا خالص على المسلسل ده، بالعكس. ولا ندمان عن المشاركه مع زمايلي الكبار فهمي واكرم اللي انا بحبهم جدا وبحب الشغل معاهم، ولا الاستاذ احمد جند المخرج خالص. الدروس المستفاده في اني للاسف الشديد مش دايما لازم تبقى صريح، ولازم تبقى معرفش عامل ازاي في ردودك مع الصحفيين. للاسف الشديد لازم تبقى مجامل، لازم تبقى معرفش كذا، لازم كذا، وانا ما بحبش كده. فده خلاني بعدت شويه عن الصحافه، او بعدت فتره كبيره تماما عن الصحافه في الموضوع دوت، وده كان زعل يعني. اخدت موقف. اخدت موقف. بما ان احنا في فتره يعني في فقره هجوم، فاحنا مش هنزعل. تعليقك ايه على التصريح اللي قالته المخرجه انعام محمد، ان مسلسل كبير قوي عباره عن او مجرد سكتشات؟ ردك؟ اول مره اسمع التصريح ده. دي من الاستاذه الكبيره انعام محمد علي. وجهه نظرها، هي حره فيها. هي حره فيها. لا، وسكتشات فين؟ فين؟ تشاور لي فين؟ هو ده مش مسلسل، هو احداث، واحداث بترتبها على احداث كبير قوي. للاسف الشديد عندنا لازم ندور على حاجه، لازم ندور على بلوف للنجاح،
عندنا مشكله في ان لو لعيب لعيب قوي ده اكيد بياخد منشطات. ليه 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 ما يبقاش عندنا حد كويس؟ ليه هو نجح؟